انا اول لقب كان عطاه لي في ستار اكاديمي هو لقب ساندريلا، حيت كنت عملت الدور ديال ساندريلا، مثلت الشخصيه ديالها، فهذا اللقب عجبني بزاف، والجمهور ديالي عطاني اللقب ديال باربي، فالحمد لله كيعطوني القاب مزيانه كيعجبوني، ولكن انا خوله بن عمره كنتبع الموضه بطبيعه الحال، ولكن الموضه الا كانت اوفر ما كنتبعش، كنتبع البساطه، شي حاجه سامبل كتعجبني بزاف، بحال دابا مثلا الشعر كتعجبني الضفيره، يعني داكشي العادي كيعجبني، مثلا في اللباس كيعجبني داكشي سامبل، ما كيعجبنيش الالوان بزاف، الميكاب كذلك سامبل، ما كيعجبنيش داكشي طخو شارجي، حتى في المجوهرات في اي حاجه، فالبساطه هي اللي كتميز بها خوله بن عمران. انا عندي مربيه وعندي السيده الثانيه اللي كتطبخ لي حتى هي، ولكن هذا ما كيمنعش انني حتى انا كندخل المطبخ، حيت السيده اللي معايا كتعرف دير مغربي وانا كنعرف ندير لبناني، كون الزوج ديالي لبناني، فاكيد انا اللي كنعمل له الاطباق اللبنانيه، وهذا الشيء اللي كاين ضروري ما كنعمل شي انتخيك هكا.